وسهلا ومرحبا بيكم في فقرة زوم. في زوم اليوم باش نحكيو على الإفراط في استخدام المضادات الحيوية. الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وخاصة كما تكونش المضادات هي العلاج الصحيح يسبب زيادة مقاومة المضادات الحيوية أي الانتيبيو ريزيستانس. وفقا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فإن حوالي ثلث استخدامات المضادات الحيوية ليس ضروريا أو مناسبا. المضاد الحيوي يعالج العدوى الناتجة عن بكتيريا، فمثلا المضاد الحيوي هو العلاج الصحيح لالتهاب الحلق الناتج عن بكتيريا، ولكنه مش العلاج الصحيح لالتهابات الحلق اللي تسببها فيروسات. المضاد الحيوي كي ناخذوه في حالة تعفن ناتج عن فيروس ما يشفيش العدوى، ما يحميش الآخرين من العدوى، وقد يسبب آثار جانبية ضارة. كذلك يسبب زيادة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية. زوم لليوم وفات. نتقابلوا في زوم جديدة. إلى اللقاء وباي باي.